أبي، هل يمكننا أن نتحدث عن عيد الأضحى؟ إنه قرب وأنا متحمسة جدا. نعم أبي، أنا أيضا متحمسة للعيد الأضحى. هل يمكننا أن نعرف المزيد عنه منك؟ بالطبع بناتي، عيد الأضحى هو أحد أعياد المسلمين الهامة، يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم. ما هو الهدف من عيد الأضحى أبي؟ الهدف من عيد الأضحى هو تذكيرنا بتضحية النبي إبراهيم عليه السلام، فقد كان على استعداد لذبح ابنه إسماعيل تعبيرا عن طاعته لله، وفي اللحظة الأخيرة أرسل الله حيوانا ليحل محل ابنه. فهل هناك طقوس خاصة لعيد الأضحى؟ نعم، هنالك عدة طقوس تتم في عيد الأضحى. أولا، يقوم المسلمون بأداء صلاة العيد في المسجد أو في الهواء الطلق، ثم يقومون بذبح الأضحية وتوزيع قسم منها على الفقراء والمحتاجين. هل هناك أي شيء آخر يمكننا فعله في عيد الأضحى؟ بالتأكيد، شكرا لكم يا بناتي. حتى أنا سألبس الملابس الجديدة يا أبي، وسأفرح في يوم العيد. واذهبوا لتحتفلوا بالعيد مع أصدقائكم، وكل عام وأنتم بخير.